رسول تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظك ويرعاك ويطول بعمرك إن شاء الله. يعطيك العافية حياك الله. سيدنا أنا متزوج صار لي 4 أشهر و15 يوم. بلي بلي تفضل. ألو. بلي معاك يا رسول معاك. سيدنا الله يحفظك. فصار عندي خلاف بيني وبين زوجتي، خلاف يعني طال بداية الزواج، لأن هسه انفصلنا من المفصولين. عجيب. اي والله، يعني من بداية اليوم الزواج احنا صار بيناتنا هذا الخلاف بدأ، وهي الإنسانة محترمة وصايمة مصلية، أنا كذلك صايم مصلي. إذن ليش الطلاق؟ وصلت مرحلة يعني الطريق مسدود، يعني هي رافضة يعني تبقى وياي، تقول أنا بعد ما عشت هنا وكافي، يعني هي تريد طلاق. لهنا وكافي شنو؟ كلها 4 أشهر لهنا وكافي شلون يعني 4 أشهر؟ هي تقول أنا بعد ما أتحمل أكثر من هذا، هي شوية يعني من نوع اللي ما تقدر تمكنني من نفسها. بني يعني أدم فهسه احنا رحنا يعني على طلبها، وقعدوا عمامي واهلي وقعدوا اهلها، قالوا عمي الامر يخص الزوج هو وزوجته. قلت لهم انا زوجتي ما عندي مشكله وياها، وباني لها بيت لوحدها، بيت كبير والحمد لله، واشتغل انا اشتغل وموفر لها كل شيء، وما مخليها محتاجه اي شيء، ما محتاجه من ماكل من مشرب من ملبس، من هي تداوم طالبه، يعني موفر لها كل شيء، سكن بس انا وياها، بيت 250 متر بس انا وياها، يعني بيت خير من الله وما محتاجه لو ابره. مشكلتها نفسيه يا رسول لو مشكلتها جسديه؟ مشكلتها جسديه. نفسيه لو جسديه؟ جسديه جسديه. قابله للعلاج او غير قابله للعلاج؟ غير قابله. غير قابل العلاج. انت أيوه. انت المشكله يعني اسمعني. وصلنا الاخير يعني هي ما بيها مجال، يعني رجعوها اهلها اكثر من مرتين ثلاثه وانتحرت ببيتي. لا اله الا الله. اي أيوه والله طلعت للعمل اني رسول يعني طلعت للعمل وراي خابروني اهلي واهلها جايين مخابره لابوها، قالت لبابا تعالي متخربطه. رسول حبيبي، رسول حبيبي. نعم نعم سيدي. اقول انت راضي بهالمشكله اللي عندها في بدنها؟ التراضي. انا متقبلها، انا متقبلها، انا اسايس الامور وانا مستعد، يعني انا ما اريد اخسرها، انا اتحمل ما يخالف، ماكو مشكله. وهي ما راضيه. انا اتحمل. وهي ما راضيه، هي ما راضيه، ما راضيه، 3 مرات 4 رجعوها اهلها وما يصير ابد ابد ما يصير لها حل، اخر شيء اكو علاج بالبيت، اخذت 8 حبايات. اخذت شيشه مال دواء، انتحرت كتله نفسها تريد تموت، وبعدين تلاحقوا واخذوها المستشفى وغسل معده. رسول، رسول حبيبي، انت تقول مصليه متدينه وملتزمه، فيمكن التكلم معاها، يعني يمكن ان واحد يتكلم معاها وكذا، يعني يقنعها، لو لا هي واصله الى قرارها النهائي. حتى امها ابوها يعني كانوا هم وياها، بس هسه من وصلنا للطلاق ورحنا للشيخ قال خليه يكمل شهر بعد 5 ايام، وكمل الشهر وطلعت حامل هسه هي. لا 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 اي والله طلعت حامل. تقول لهم انا اول ما يجي الطفل للدنيا اوديه لابوه، ولهنا وكافي بعد ما بيه، اذا ارجعت تروح بيته. خير ان شاء الله. مشكور يا رسول، اعطيك العافيه ان شاء الله تعالى، ويقضي امرك ويريح بالك. الاخ رسول 4 أشهر و10 أو 15 يوم عاش مع زوجته، يقول زوجة متدينة ملتزمة، وأنا هيئت لها البيت الواسع، الإمكانيات الجيدة بكل معنى الكلمة، ولكن إحنا من الليلة الأولى من الزفاف، الليلة الأولى اللي دخلت عليها عندنا مشكلة، وتبين أنه مشكلة في ماذا؟ في زوجته، وهي زوجته ما متحملة أن تعيش مع هذا الرجل، ومحاولة أن تنتحر لأن أهلها مرجعيها، وهو يريدها طبعا، رسول يريد زوجته، يقول أنا أريدها ومتقبل المشكلة اللي بجسمها، بس هي ما متقبلة، والآن هي حامل البنت، المرأة حامل، يقول الآن إحنا وصلنا إلى طريق مسدود لازم نطلق، شو نسوي سيدنا؟ على أي حال يا أخ رسول، إذا يمكن الإنسان يتكلم، يمكن من أهلها ما تتقبل، واحد رجل دين يتكلم معاها، اختصاص يتكلم معاها،
دكتور علم نفس علم اجتماع يتكلم معاها، اكو امور يمكن الانسان ان يوصل لها قضايا شويه يهون عندها الصدمه اللي هي عايشتها او المشكله اللي عايشتها. ولكن عموما بعض الاشياء بعض الاحيان الزمان يحل المشاكل، يعني الزمن كفيل في حل المشكله. وانت تقول انه هي مصره على الطلاق، انت يعني اذا هي مصره على الطلاق وانت ما تريد تطلق، طلقها طلاق خلعي. طلقها طلاق خلعي، قول لها ما يخالف انا اطلقك، ولكن كل المهار والاشياء لازم انت على حال تتنازلين عنه. الطلاق الخلعي يعني المره لا تريد ان تعيش مع زوجها، تكره الحياه مع زوجها، فتتنازل عن مهرها وعن اشياء اخرى تبذلها حتى يطلقها، فيمكن لك أن تفعل معها ذلك.